بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس العاشر. خرج من الإسلام ولكن صاحبه عليه وعيد، عليه وعيد شديد، وهو ينقص الإيمان إلا إذا تاب منه صاحبه، وذلك كما في هذا الحديث آية المنافق، يعني النفاق العملي، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. من اتصف بواحدة من هذه الصفات فهو منافق نفاقا عمليا، عليه الوعيد، وربما يجره ذلك إلى النفاق الأكبر، وهذا مما يوجب الحذر من صفات المنافقين. ومثله أيضا الذي يترك صلاة الجماعة، الذي يترك صلاة الجماعة من غير عذر، هذا نفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فترك الصلاة مع الجماعة من غير عذر هذا نفاق. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق، الآية معناها العلامة، معناها العلامة، آية المنافق أي علامة المنافق التي يعرف بها. آية المنافق ثلاث خصال. خصلها الأولى: إذا حدث كذب. الكذب حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا حدث الإنسان بحديث، حدث الناس بحديث أو أخبرهم عن شيء، يجب عليه أن يكون صادقا وأن يترك الكذب، ولا يحدث الناس وهو كاذب فيما يقول. بعض الناس يتساهل في الكذب ويتكلم بكلام غير صحيح، حصل كذا أو يحصل كذا وما أشبه ذلك، فلان جاء أو فلان ذهب أو فلان قال كذا وكذا، وهو كذاب. لا يجوز للإنسان أن يتحدث إلا وهو صادق. أما أن يتحدث على الناس بكذب هذا نفاق، هذا من صفات المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه وإن كانت في المنافقين النفاق الاعتقادي، لكن تدل على أن الكذب من صفات المنافقين. فالذي يكذب ولو كان مؤمنا، ولو كان مؤمنا، إذا كذب فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين، يكون فيه خصلة من النفاق تنقص إيمانه. يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن الكذب، ولا يحدث الناس إلا وهو صادق، ولا يخبر عن شيء إلا وهو صادق. لا يعود نفسه الكذب، ثم الكذب اللي ترتب عليه عواقب سيئة هذا أشد. الكذب اللي ترتب عليه عداوة بين الناس كالنمام، النميمة كذب، والمغتاب، ويفسد بين الناس، يفرق بين الناس، يورث البغضة والعداوة بين الناس، هذا كذب. وأيضا يسبب شرا وفتنة ويفرق بين المؤمنين، يجب تجنب هذا الأمر، يجب تجنب هذا الأمر. والمفروض في المؤمن أن يكون أداة إصلاح، يصلح بين الناس بدل أن يفرق بينهم ويحرش بينهم. الواجب على المؤمن العكس، أن يكون أداة إصلاح في المجتمع، يؤلف بين القلوب ويصلح بين المتخاصمين والمتنازعين. هذا المفروض في المؤمن. إذا حدث كذب، إذا حدث عن خبر فهو يكذب، يتعمد الكذب. وإذا أخبر عن سلعة أو عن قضية كذب، وقال إنها من الصنف الجيد ومن الصنف الممتاز، أو قال إن ثمنها كذا وكذا، أو أنا اشتريتها بكذا من أجل أن يغليها على الزبائن، هذا كذب، ويترتب عليه ضرر، ترتب عليه أنه يخدع الناس، يخدعهم، يأكل أموالهم بالباطل.
يعتمدون على خبره ويدفعون أموالهم على غير حقيقة، بينما يتبين أن السلعة من الصنف الردي أو المعيب أو الصنف الرخيص، فلا يكذب على الناس في المعاملات ولا يكذب على الناس في الأخبار. وقد سمى الله الذي يخبر خبرا كاذبا أنه فاسق، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا حدث كذب. الثانية: إذا وعد أخلف. إذا وعدك قال: أنا آتيك غدا أو بعد غد أو في الساعة الفلانية، ما يحضر عند الموعد، أو وعدك بأن يعطيك شيئا، وعدك بأن يعطيك شيئا ثم لم يفي بوعده، هذا من صفات المنافقين. والمؤمن يفي بوعده، يفي بوعده ولا يخلف في موعده، تقيد بالمواعيد ولا يتخلف عنها. وإذا عرض له عارض، إذا عرض له عارض ولم يتمكن من الوفاء بالوعد، يعتذر ويخبر صاحبه بأنه لن يتمكن من الحضور، لن يتمكن من المجيء، لم يجد الشيء الذي وعده إياه. أما أنه يسكت ويتركه، فهذا من إخلاف الوعد الذي هو من صفات المنافقين. وبعض الناس يتساهل في المواعيد ويكذب في المواعيد ويضر الناس بهذا الإخلاف، فقد يبنون على وعده ويتكلفون المجيء ويتكلفون الحضور بناء على وعده، ثم لا يحضر ولا يأتي ولا يعتذر حتى. ربما يكون الموعود جاء من مسافة بعيدة، وما يكون أنفق مالا لأجل الحضور، ثم لا يجد صاحبه قد وفى بوعده وغرر به. ماذا تكون حال الشخص الذي حضر تكلف وانتظر؟ هذا ضرر عليه بسبب هذا الوعد الكاذب. فإذا لم تقدر على الوفاء بالوعد فلا تعد الناس، لا تعدهم، إلا أنا ما أقدر أجي بالمحل الفلاني، ما أقدر آتي في الموعد في الساعة الفلانية، ما أقدر، علشان يكون الناس على بينة وعلى بصيرة. فأنت لا تعد إلا إذا كنت ستفي بالوعد. أما إذا كنت لا تفي بالوعد فأريح الناس، أرحهم، لا تعدوا. إذا وعد أخلف الموعد. الصفة الثالثة: إذا أؤتمن خان. هذه المشكلة، إذا أؤتمن خان، إذا أعطي أمانة، إذا أعطي أمانة خان فيها. والأمانة مأخوذة من الأمن، وهو ضد الخوف، الأمانة من الأمن. فإذا أحد أودعك شيئا فقد ائتمنك، أودعك سرا من الأسرار، أودعك مالا تحفظه له، هذه أمانة. إذا ائتمنت على عمل ولي الأمر أسند إليك عملا وظيفيا، إذا أسند إليك عملا وظيفيا هذه أمانة. العمل أمانة، الوظيفة أمانة، يجب عليك الوفاء بها، القيام بالوظيفة على الوجه المطلوب، أمانة حملت إياها. وكذلك الأمانة بين العبد وبين ربه، الأمانة تكون بين العبد وبين الناس، وتكون بين العبد وبين ربه. فجميع أنواع العبادات والطاعات وفعل الواجبات وترك المحرمات كلها أمانات بينك وبين الله. الله ائتمنك على الصلاة، ائتمنك على الزكاة، ائتمنك على الصيام، ائتمنك على الحج والعمرة، ائتمنك على فعل الواجبات، ائتمنك على الطهارة للصلاة. هذه أمانات بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يعلم عنها إلا الله. فيجب عليك أن تفي فيما بينك وبين الله، فتؤدي الأمانات التي حملك الله إياها. وكذلك الأمانة بينك وبين الناس، كما ذكرنا الوظيفة والأعمال أمانة، ائتمنك عليها ولي الأمر، عليك أن تقوم بها. الأسرار التي تودع إياها
إنسان يفضي إليك بسره ويخبرك عن أمر لا يحب أن يطلع عليه فتذهب وتفشيه وتنشره بين الناس، هذه خيانة، خيانة للأمانة. الأسرار أمانة، الأموال التي تودع عندك للحفظ تحفظها لأصحابها، الودائع هذه أمانة، العمل الذي تستأجر عليه، المقاولة التي تتعهد بها، مقاولة بناء، مقاولة عمل استأجروك لأن تعمل عملا، هذا أمانة في ذمتك، يجب عليك أن تؤدي العمل على الوجه المطلوب لأجل أن تكون الأجرة حلالا لك، وإلا فإن الأجرة مع بخس العمل تكون حراما عليك لأنك أخذتها غير مقابل. فالأمانة واسعة، واسعة الأمانة، واسعة. كل شيء استحفظت عليه، كل شيء استحفظت عليه بينك وبين الله أو بينك وبين الناس فإنه أمانة، والأمانة شأنها عظيم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها، يعني خفنا منها ومسؤوليتها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة أبت السماوات والأرض والجبال، أبينا أن يحملنها لأنهن علمنا مسؤوليتها وتبعتها، فآثرنا العافية، آثرنا العافية وأشفقنا منها، خفنا من تبعة الأمانة. أما الإنسان فإنه لم يبالي، حملها، فمن الناس من أداها ومن الناس من خان فيها، ولهذا قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالمشركون والمنافقون خانوا في الأمانة، استحقوا العذاب. المؤمنون أدوا الأمانة، استحقوا المغفرة من الله والتوبة من الله والرحمة من الله، هذه الأمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المنافق لا يبالي بالأمانات سواء كانت بينه وبين الله أو كانت بينه وبين الناس، تساهل في الأمانة ويضيعها ولا يهتم بها. ولهذا جاء في الحديث أنه في آخر الزمان تكون الأمانة مغنمة، يأخذها الإنسان يفرح بها من أجل أن يضيعها على صاحبها ويستخدمها لنفسه، يعتبرها مغنما مع أنها حمل ثقيل عليه مكلف في أن يؤديه. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. أول ما يفقد من الدين الأمانة، فيقل للأمنة في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم: تنزع الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان أمينة. القبيلة كلها ما فيها إلا واحد يذكر أنه أمين، لقلة الأمانة في آخر الزمان، الله المستعان. فعلى المسلم أن يحذر من صفات المنافقين وأن يتصف بصفات المؤمنين الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من النفاق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يطلب نصيحة، يطلب نصيحة عامة. نقول: نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على أداء الواجبات وترك المحرمات والاشتغال بما يفيدنا في ديننا ودنيانا وترك ما يضرنا في ديننا ودنيانا. وليعلم كل منا أنه مسؤول عن أعماله وأقواله وتصرفاته ومحاسب يوم القيامة، فعليه أن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه عن كل الأمور، فيحدث للتوبة، يحدث للمعصية توبة، ويتزود من الطاعة، ويستغل مواسم الخير
لتكون زيادة في عمله، مثل شهر رمضان ومواسم الخير يستغلها بالاجتهاد، ولا يقتصر على مواسم الخير ويضيع في غير مواسم الخير، لأن بعض الناس قد يجتهد في رمضان لكن في غير رمضان يضيع، ما يترك الأعمال ويظن أن رمضان يكفي. رمضان إنما هو زيادة، زيادة لك، لازم يكون عندك أصل. رمضان مثل الربح في التجارة، إن كان عندك رأس مال صار عندك ربح، ما صار عندك رأس مال ما صار عندك ربح. رمضان إنما هو زيادة تضيفها إلى أعمالك المستمرة. أما إنسان ما عنده أعمال ما ينفعه رمضان شيء، ما ينفعه بشيء. بعض الناس إنما يجتهد يوم الجمعة من كل أسبوع، بعض الناس إنما يحج فقط، يحسب الإسلام إنه هو الحج بس والعمرة بس، إلى حج واعتمر عنده أنه أدى ما عليه خلاص، ولا يبالي بصلاة ولا بصيام ولا بزكاة ولا بشيء، حاج وخلاص. لا يا أخي، ما الله جل وعلا يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنت في عبادة دائما إلى أن يأتيك الموت. ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما دام حي هو مطلوب منه العمل، مواصلة العمل. نعم، هذا يسأل عن معنى ثلاثة الأصول وشرحها، هذا يحتاج إلى دروس. ثلاثة الأصول كتاب يحتاج إلى دروس كثيرة لشرحها وبيانها. نعم، هذا يسأل عن درس أمس عن الأمور المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس. المشتبهات هي الأمور المختلف فيها بين العلماء، بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام، والأدلة فيها متكافئة، يحتمل أنها حلال ويحتمل أنها حرام، هذه تتجنبها احتياطا وورعا. نعم، هذا يسأل عن حديث لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، هذا حديث صحيح، لأن المطلوب من المسلم أن يدخل في الصلاة وهو حاضر القلب مقبل على صلاته حتى يكون من الخاشعين في صلاته. أما إذا كان قلبه مشغولا بشيء فإنه لا يحضر قلبه في الصلاة، إن كان جائع وحضر الطعام لو دخل في الصلاة يبي يتعلق قلبه بالطعام ولا يحضر للصلاة، فيأكل من الطعام حتى يأخذ نهمته ثم يدخل في الصلاة وهو مرتاح، ما يقول بقدم الصلاة على الطعام، لا، يقدم الطعام علشان يدخل في الصلاة وهو مرتاح حاضر القلب. وكذلك إذا كان مشغولا بالبول أو بالغائط فلا يدخل في الصلاة يقول بقدم الصلاة أبدي الصلاة، لأنه يشغله البول، يشغله الأخبثان عن حضور القلب ويتملل من الصلاة وده يخرج منها ولا يحضر قلبه فيها لأنه مشغول بما هو فيه، فيتخلى، يتخلص من البول، يتخلص من الغائط، ويتوضأ ويدخل في الصلاة وهو مطمئن. الصلاة عبادة لا بد لها من حضور قلب، لا بد من خشوع بين يدي الله سبحانه، ويقطع الإنسان أشغاله في الدنيا ويدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة يكون شغله الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. نعم، هذا يسأل عن من أفطر في رمضان متعمدا بغير الجماع، أفطر بالأكل والشرب متعمدا، هذا عليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه قضاء اليوم وليس عليه كفارة. الكفارة إنما هي في الجماع، الإفطار بالجماع، ولم ترد الكفارة للأكل والشرب، وإنما عليه التوبة وعليه القضاء. نعم، هذا يسأل عن حكم دوس الدقيق وكسر الخبز والتمر، لا يجوز هذا، النعمة تحترم توقر وتوخذ وترفع، تعطى للبهائم أو لمن يأكلها، أو توضع في مكان بعيد عن دوس الأقدام وعن الامتهان، لأنها نعمة، ودوسها وإهانتها هذا من كفر النعمة، وشكر النعمة بأن تحترم وأن يعتنى بها، إما أن تأكلها أنت وإما أن تعطيها لغيرك أو تضعها في مكان يجدها غيرك أو تجدها البهائم أو الطيور تأكلها بدل ما أنها تداس
نعم، هذا يسأل عن الاحتيال على الإقامة لأن يختفي حتى يجي وقت الحج ويحج ويخالف النظام، لا ما يصلح هذا، ما يصلح، إلا المسلم يكون صادقا، ما يكون مراوغ عنده كذب واحتيال، يكون صادقا. إذا انتهت مدة الإقامة يجددها إذا أمكن تجديدها، وإلا يسافر، يسافر. والحج ما عليه حج إذا كان ما معه إقامة ولا يستطيع، ما عليه حج. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، واللي ما معه إقامة ما يستطيع. نعم، هذا يسأل يقول: إني أديت العمرة وسأذهب إلى جدة، هل إذا رجعت من جدة آتي بعمرة ثانية؟ نقول نعم، هذا شيء طيب، هذا شيء طيب إنك تأتي بعمرة ثانية وتدخل بعمرة ثانية، أحسن لك. نعم، هذا يسأل: هل يستطيع أن يعتمر الإنسان عن أي شخص؟ لا، ما يعتمر إلا عن الميت أو عن شخص حي لكنه لا يستطيع العمرة بنفسه، لا حاضرا ولا مستقبلا، ما يستطيع، ما ينتظر أنه يعتمر بنفسه، فهذا تعتمر عنه لأنه عاجز عجزا مستمرا. أما الإنسان الذي يؤمل أنه يستطيع في المستقبل ويعتمر هو بنفسه، هذا لا يعتمر عنه، يعتمره إذا قدر. هذا يسأل يقول: نسيت الوتر ولم أذكر إلا بعد يوم، فات. إذا لم تذكر إلا بعد يوم فات، أما لو ذكرت في نفس اليوم فإنك تقضيه، تقضيه فيما بين ارتفاع الشمس إلى قبيل دخول وقت الظهر، كل هذا وقت للقضاء، قضاء الوتر. أما إذا لم تذكر إلا من الغد هذا فات. هذا سؤال يتكرر: المرور بين يدي المصلي في الحرم لا بأس به، لا بأس به، لا بأس به، لأجل الضرورة والحاجة. ما تمنع الناس وتقعد تصلي أنت وتخلي الناس يمتنعوا؟ الناس بيمشون يروحون، ولو امتنعوا يمكن يدعس بعضهم بعض، يحصل ضرر. أنت صل وخل الناس يمرون، الحمد لله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. خلي الناس يقفون علشانك لما تصلي، هم واقفين. هذا يسأل عن استعمال العقاقير اللي للإنسان اللي فيه مرض نفسي، هذا يرجع فيه إلى الأطباء، يرجع، ما هو هو يأخذ العقاقير بدون تقرير أطباء، ربما يأخذ شيء يقتله أو يضره أو يزود عليه المرض النفسي، لابد من مراجعة أهل الخبرة الأطباء، فإذا قرروا له نوع من الدواء يأخذه. هذا يسأل عن حكم بيع حبوب منع الحمل. منع الحمل ما تصرف إلا بتقرير طبيب، ما يجوز للصيدلي يصرفها إلا بأمر الطبيب. إذا قرر الطبيب أن هذه المرأة بحاجة إلى هذه الحبوب صحيا فيبيع عليها، أما أنها تجيه المرأة بدون تقرير طبيب، بدون أمر طبيب، ما يجوز له يبيع عليها. هذا يسأل عن المسافر اللي يخرج، اللي يظهر إلى المطار، مسافر يحضر في المطار، هل يجوز له القصر في المطار أو لا يجوز؟ وهم من أهل البلد، وهم من أهل البلد. إن كان المطار خارج البلد وخارج بنيان البلد فيجوز له القصر لأنه خرج من البلد، أما إذا كان المطار في داخل البلد وداخل البنيان فلا يقصر لأنه لم يخرج من البلد إلى الآن. نعم، هذا يقول: امرأة أفطرت، سألت طفل عن أذان، عن الأذان، فقال لها قد أذن، فتبين لها أنه لم يؤذن، هذه أخطأت. الطفل ما يعتمد على خبره، ما يعتمد على خبر إلا الكبير الثقة، البالغ الثقة، أما الطفل فلا يعتمد عليه، عليها أن تقضي هذا اليوم. نعم، أنا قلت لكم الطلاق ما نفتي فيه، طلاق يحتاج إلى إجراءات ويحتاج إلى حضور المطلق وسؤاله، أخذ أقواله كيف طلق ومتى وش السبب، هو الفتوى بالطلاق بس عفوا كذا. لا، يسأل عن طلب العلم، الله يوفقنا وياه، إذا وجد العلماء في بلده أو في غير بلده فإنه يطلب العلم عليهم، إذا لم يستطع فهو معذور، إذا لم يستطع فهو معذور، لكن عليه أنه يسأل من يثق به من أهل العلم وأهل وطلبة العلم عن ما أشكل عليه. هذا يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين
صلاة. المراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، فإذا أذن المؤذن فإنك تصلي إلى أن تقام الصلاة. يستحب لك أن تصلي ركعتين على الأقل أو أكثر ما بين الأذان والإقامة، محل لصلاة النافلة. نعم. إلا في أذان الفجر، مستثني أذان الفجر فليس فيه إلا راتبة الفجر بس، إذا طلع الفجر فليس هناك نافلة إلا راتبة الفجر فقط. هذا يقول: أنا أعيش في فرنسا ووالدي يخرج زكاة الفطر نقدا وأنا موجود في مكة. نعم، أخرج الفطرة عن نفسك في مكة، أخرج زكاة الفطر عن نفسك في مكة من الطعام لا من النقود، من الطعام مقداره صاع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صاع عن المسلم، الصاع من الطعام. نعم. هذا يسأل يقول: هل إذا قلنا فلان يحلق لحيته هل هذا من الغيبة؟ يقول: هذا ما في مصلحة أنكم تحدثون عنه تقولون فلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا، لكن مناصحته تنصحونه أن يترك هذه العادة القبيحة، أما الكلام فيه فهذا ما يجدي شيئا. نعم. الكلام فيه وهو غائب ما يجدي شيئا. هذا يسأل عن سؤال تقدم، وهو: من تاب من ذنب ثم عاد إليه يتوب إلى الله مرة ثانية ولا يقنط من رحمة الله. ما يقول: أنا تبت ولا صدقت في توبتي ثم يترك التوبة. لا، لا يقنط من رحمة الله، يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب ولو تكررت منه المعصية، يتوب ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. هذا يسأل معتكف هو وذهب إلى البيت يبي يحضر طعامه واغتسل، هل هذا يخل بالاعتكاف؟ لا، ما يخل الاغتسال والوضوء ما يخل بالاعتكاف. نعم. هذا يسأل عن حضور المعتكف إذا حضر الدرس، هل يخل هذا باعتكافه؟ لا، الدرس من ذكر الله، ما دام الدرس في المسجد حضوره عبادة وهو يدخل في الاعتكاف لأنه من ذكر الله. أما إذا كان في مسجد آخر، لا، المسجد الآخر لا يروح للدرس، يبقى في المسجد الذي اعتكف فيه ولا يذهب للمسجد الآخر من أجل الدرس. نعم. هذا يسأل عن جمع الصلاتين للمريض والمسافر. الجمع يكون إما جمع تقديم بأن يقدم الثانية ويصليها مع الأولى، أو العكس، يأخر الأولى ويصليها مع الثانية، حسب الأرفق به هو، حسب الأرفق. إن كان الأرفق به جمع التأخير يأخر، إن كان الأرفق به جمع التقديم يقدم. وجمع التأخير ينتهي بخروج وقت الثانية، ينتهي جمع التأخير بخروج وقت الثانية. نعم. ولو صلى الصلاتين في آخر وقت الثانية صح. نعم. يا أخي التشبه، يقول: ما حد التشبه بالكفار المحرم؟ التشبه بهم في عباداتهم أو في عاداتهم الخاصة، عاداتهم الخاصة بهم، هذا هو التشبه. أما العادات المشتركة، العادات المشتركة هذه ليس بها تشبه، مثل الأكل والمشي وركوب السيارات، هذا ما هذه عادات مشتركة هي خاصة بالكفار. نعم. هذا يسأل عن امرأة في ذمة زوج وهو ينفق عليها، هل يجوز أن نعطيها من الزكاة؟ لا، ما دام زوجها ينفق عليها النفقة الضرورية، الأكل والكسوة والمسكن، وقائم بهذه الأمور، هذه ما تستحق الزكاة. نعم. هذا يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخطيب، لما قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى أو فلا يضر إلا نفسه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، يعني بدل من يعصهما قل ومن يعص الله ورسوله. هذا يراد به دفع التوهم، إن الإنسان ما يكون عاصي إلا إذا عصى الله ورسوله، أما لو عصى الرسول فقط فلا يكون عاصيا. هذا الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يرفع هذا التوهم لئلا يفهم السامعون أنه لا يكون عاصيا إلا من عصى الله ورسوله، أما من عصى الرسول فقط فلا يكون عاصيا. نعم. ألا يسأل: إذا كنت أصلي خلف الإمام والإمام ما يسكت لأقرأ الفاتحة،
نقول استمع لقراءة الإمام ويكفي، الحمد لله. إذا ما حصل تقرأها في سكتات الإمام فإنها تسقط عنك، وتكفي قراءة الإمام تستمع لها. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه الآية نزلت في الصلاة كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. فإذا كان الإمام يجهر ولم يترك لك فرصة لقراءة الفاتحة استمع له ويكفي هذا والحمد لله. هذا يسأل عن تقاعد في فرنسا ويجي العملة الفرنسية، استحقاقه يأتيه العملة الفرنسية ويصرفها، وش في ذا؟ هذا حقه نصيبه، لا بس يأخذه بالعملة الفرنسية أو العملة غير الفرنسية يأخذه وينتفع به. نعم. هذا يسأل أنه حصل بينه وبين زوجته كلام أو مداعبة وخرج منه سائل رقيق، هذا مذي، وأنت أخطأت فيها، لو عليك التوبة. أما صيامك فهو صحيح، إلا لو خرج منك مني، لو دفقت منيا بطل صيامك. أما المذي فلا يبطل الصيام، لكن تأثم في فعلك هذا. ألا يسأل عن هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمال زوجها المتوفى؟ لا، مال زوجها المتوفى صار للورثة وليس لها منه إلا ميراثها، تتصرف في ميراثها فقط، أما البقية فهي للورثة ما تتصرف فيها. هذا يسأل عن حكم أفلام الكرتون للأطفال. هذه صور، ما يجوز تعويد الأطفال على الصور ولا تربيتهم على الصور. بإمكانك تجيب لهم ألعاب ليس فيها صور، وهي كثيرة، الألعاب اللي ليس فيها صور كثيرة. نعم. مثلا أفلام فيها أشجار، فيها أنهار، فيها مباني، سيارات، ما في بس. اللي ما فيه روح، الصور التي ليست ذوات أرواح ما لا بأس بها. نعم. هذا يسأل عن حكم التيمم على الجدران والرخام، الذي عليه غبار طاهر، عليه غبار طاهر يتيمم سواء على الجدار أو على الرخام أو على الفراش، المهم أنه يوجد غبار طاهر على هذه الأشياء. أما الجدار اللي ما عليه غبار والرخام اللي ما عليه غبار والفراش اللي ما عليه غبار لا يتيمم عليه، لأنه ليس عليه صعيد. نعم. هذا يسأل عن أخذ الشعر من الأنف أو من الأذن، ما في بأس يا أخي، أخذ الشعر من الأنف أو من الأذن ما في بأس، خصوصا إذا كان تتأذى به ما في بأس، لأنه ليس من اللحية. نعم. يقول: هل هناك بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا؟ أنا ما أدري، يقولون هناك بنوك إسلامية وأنا ما أدري عن تعاملها. الاسم لا يكفي، لابد من الحقيقة. إذا كانت صحيح ما تتعامل بالربا فهي إسلامية، أما إذا كانت تسمى إسلامية فقط بالاسم وهي تتعامل بالربا مثل البنوك الأخرى فالاسم ما ينفع. نعم. هذا يسأل يقول: إنه مريض هو في مكة، وجمع بين الصلاتين من أجل المرض وقصر، ما شاء الله قصر، هذا ما يجوز، القصر للمسافر ما هو للمريض، القصر للمسافر، أما المريض اللي في البلد هذا يجمع فقط ولا يقصر، فعليك إعادة الصلاة، عليك أن تعيد الصلاتين. نعم. هذا يسأل عن رفع السبابة بين السجدتين، لا هذا ما ورد رفع السبابة، إنما وفي التشهد الأول والتشهد الأخير إشارة إلى التوحيد، أما بين السجدتين لا، ما ترفع السبابة. هذا يسأل أنه كان يتعلم القرآن عند أخ له وأعطاه مالا من باب الإعانة فبنى به بيتا، لا بأس يا أخي، ما دام أعطاك إياه ومنحك إياه أن تصرف فيه، تبني به بيت أو تشتري به حوائج، هو أعطاك إياه منحك إياه الحمد لله. ويسأل أنه أخذ من أمه مبلغا من المال، يعني كأنه قرض، وماتت أمه، هذا المبلغ يكون للورثة، بارك الله فيك، يكون للورثة إلا إن سمحوا لك به، وإلا فهو للورثة وأنت من ضمنهم، لك نصيبك منه فقط. نعم. المهم مثل ما أجبنا، خلاص المال اللي أعطاك إياه تصرف فيه، وتبعته عليه، أنت ما تدري عنه، يكون تبعته على صاحبه. دعاء الاستخارة، يسأل عن دعاء الاستخارة متى يكون بعد صلاة الركعتين، صلي ركعتين
ثم بعد ما تسلم تدعو بالدعاء الوارد في الاستخارة. ما يكون دعاء الاستخارة في السجود، وإنما يكون بعدما تفرغ من الركعتين. يقول: في سكوت الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الصلاة الجهرية أقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة قبل الإمام. لا بأس، لا بأس إنك تقرأ الفاتحة قبل الإمام، ما في مانع. لكن الركوع ما يجوز قبل الإمام، السجود ما يجوز قبل الإمام، أما القراءة فلا مانع إنك تقرأ قبل الإمام أو بعده، أو إذا سكت في أثناء الفاتحة سكتات تقرأ. هذا يسأل عن في بعض البلاد فيه ساحة يصلون فيها على الجنائز، ثم جاء رجل وبنى فيها نصبا، بنى فيها نصبا، نقول هذا النصب يهدم لأنه منكر، هذا النصب يهدم لأنه منكر. ويقول إن اللي بناه يقول إني رأيت في المنام كذا، هذه رؤيا باطلة، رؤيا باطلة ولا يجوز العمل بها، وبناء الأنصاب لا يجوز. نعم. لا، يسأل سؤال تكرر: المعتكف متى يجوز له الخروج والرجوع؟ يجوز له الخروج للحاجة، قضى حاجة كأن يشتري شيئا يحتاجه، أو ولا عنده أحد يأتي به إليه وهو يحتاجه، أو يتوضأ أو يقضي حاجة، ما في بال، هذا الذي يسمح به. أما ما زاد عن الحاجة فلا يجوز. يسأل عن: هل يجوز يطوف لأبيه وأمه طواف تطوع؟ إن كانوا ميتين تطوف لهم طواف تطوع، أما إن كانوا أحياء لا، كانوا أحياء لا تطوف لهم، لكن تدعو لهم، تطوف لنفسك وتدعو لهم في أثناء الطواف مع دعائك لنفسك.